بسم الله الرحمن الرحيم. مركو هوري وحا سلامي يا شعب الديانكا ميل بريتشوغان وحا سلامي يا سلامة سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا وحا نكالا مغنين مدو يراكو هوم بانو كالا مغنين حاجة ميديا دي كل يانو حاجة ميديا ولا يقول دعما يو وحا لكا نكو يرفيا نعنو مغرانا ساعة مركو تاس حدود أن كه الله هدول إلى هذا دور قطب وكوبان إن كه الله رواه هدول إلى هذا ويجوه الرئيسو إن أركي مالك بدهم بيسي ويلشي إلى كياني محكمة دا الدول مجا كحرن إن أجن هاي وحقو سمي مصطفى بن أبور كاه وسمي بن دون أن كه الله ويلشا وإن أجن هاي وحي حرينهين يا صاب الله حلو ونقرأنا إن كل وحويا سمعلو حكومة مهضة إن حل حراني نريح حلال مبشر وحويا تاسي وحن ولد جدا حويا مصطفى أديك يو ما ملكاو سام بس لتهم جبهان وعلي وح خلط كذا قبنا يو أما أورنا يو حصار صح وح صار خلدن أما وضعني ووضعي هو رأي إنه صامر مصطفى إنه كدي إنه وحكة لو ليش حتى إنه سكة مقرنة صح الله حليه أما هلا إيوه ويجا الله مريو مشار إبا محو يحي وليش نسى دم بيجان لبوش يعني مية جيستين مسمينه جيسنين وحاسين وليش ميو خبان كرا يحبان تحين وين حتى كهر ويدي وحبيك الحين يعني وين إنه حضنا وسمي مرة بعد مرقات بيناله ون أجين وحنو صام مرة حكومة دي كهرسية سقو أي صوص مسي مكاو حويا السقى إيو ما من كيسة سكتر كانوا لبا لشقي أبنيات كلاشقي يا وإسلام وإسلام بتشل حويا سودين السقى نوع نقارنا يو وح بدنو حتى قعدت وسي كذا ما كرتو وحنا أرنا ها مصطفى ومد مال ومودي ما نهو جامي كرتيد هو جامي لما تهيد وسأبته يرو هذا مصطفى واتسوقته شخصي أهانت هذا هي نفس أهانت هذا واتسوقته هذا إن هذا أمد هو جايبين كريم أمد هذا المعمول كريم واتسوقته تدكو صمت هم يسوي حلاقة من السويدية أنا أعتقد محمد مصطفى وجه الله إيو أنا مصطفى كهلا حايا مصطفى عنكرني أنا إنه أمد الميل قوي دين بانكرني يا حوي مصطفى حن يا مصطفى في عن حاجة عن سكبنا وحن كان إنه حوي مصطفى هو جايبين معه مصطفى وحمه هو جايبين كرا طلعتين وأنا كتير مصطفى ما حبوك جامي كريم تيبا حتى نوح أوصي دير يا تيبا حتى نوح أوصي دير إن وكدر صدوا إنه ما أنتوا ليش يا درا مرخات بين هذا أنتوا صاروا الرجيم قار على شو شغل استعلو بولي سلا كينو إذا ليش أكون دارتو أكون مرخات فورا ما حاس عاود دتك ودك تشوي عاود ودك دتك تشوي ما أثر تنويله هلا يسا ما دور تنويلي مقرن سبب بادئ يو ما وحويا مسراتشا ما وحويا محوها يشيك ما هورا ما وحويا عبسية ما وحويا عادن على الله ما تدك الميديا انو كو عرقنا ودفك هلا يعاو تدكي مقرن سبب دميرك الهاي ودك تشوك نبكو صدع وحويا وحا مصطفى وصوره با كدرا وحينا صومر وحا مصطفى وصوره با كدرن وحا إنا صومري وان كعلي يعني محايلة مصطفى نقعنا إنو نميل نوي مصطفى ميل نوما وضو ونوغن هاي هو قامينا ماها ومدنا مهور ماري كرام يا لباتوين بدن او استغا خاص كو أبو ليلي هاي وان أمد أسامحي إنو أمدهور استاغو مركا وحويا أمدو وحافي عن إدى مسؤول كوا إني مركا هوري لاغا إيغو أخلاقياتك أمدو كل ده جوي مصطفى ولا جرنيا وعلماني حتى الدين دين تقول شجرة وليه دين إسلامه بان أمسرة ما أمسرة وعلماني ولا منه يا ما كانوا حويا ويلش إن ما كانوا أمرضنا عاس أنتوا صعب وراه وما ترى مرقات بين على أسميه وآيات يدك كلو يدك كلام وكل ده له ونسيد ديني أنت دورشة ضم مرين وردورشة ما يصير أنت أبي أتجوتي وما دانا هو جايمين ميس هدو إلا هيدا هدو وحال مصطفى وكل شيء وما دانا ما انتا عمو شيء وحويا وما داسي انتا المصطفى وشوكتي دورشا ما دعايصو هدو إلا هيدا هدو
إن شاء الله ما قرأتي إن حرب بدل السويدين قال لي عبا أولي عبد القادر معلومة هو مقنع حقوق شو قال مريكا بكو تجي محل وتجي ورانو مريكا شو قال ها مريكا شو قال مريكا شقة نو تجي بس كم تجي نشقة نو تجي إن شاء الله ويجيك صوص هذا بلا صوص هذا دو لا إله إلا هو وركضون تام وحن ماشي نو تجي هي الشقة ده عنه هني هو لهم كتير وركضون تام مت كلام والدين بشارين مت كلام والدين بشارين أدو لا رعاو والدين شيء جي واجرت وحويان مصطفى انت اونوليه او دامبه حداد مقشان مصطفى بورصد يار كرابا قشتاي او هايدو شكرتكي انيقا بيناله ده سيديسة سيديسة اللي ساقا بيناله انيقا بيناله ده حداد راكتان مصطفى بورصد كرابا قشتاي او هايدو شكرتكي محايلة مرو البحو كوهن جباع مركا حالدو قاعد كاتو بنتي سيو بيسي هاراح كسو كسو كوبناتو وعلى الواس عزيليو انو شاقو كنتو كنو دولر عن قاعدو مواي تاسو كوهن جباع مرو بانو غيرو وقليهم يرى مساكين تبى تعيش تأوهن جبا ملاجوا كوكو بنت كوكو بوخان إذا أنا واحد صعود ما يصير راح الله عندي ما قرأت ما كان شقري هاي ده هاي وان صاحب لي ولي قدام بهدو مصطفى هاي ده شق وشقت تجو هدو هاي وشقت تجو ولا واحد أنا كده بتشرنا هدو إله إلى هدو واحد ولي كده بتشرنا وحالك هلا وهو ما كده بتشرنا إن شاء الله لكن واحد نبين شيء يا عاوة وشعب كده يأكل شيء يا ونبين بشارين يا هرت مصطفى هي دنبو وكشفه أركيف إسكده حركة ما قمنا هدو إلى هيدا يا حقول سك وشيجنا يا ولنا هلك أمري ودكتي تاسوا تا مركا يلشنا كحرت مصطفى ودول مجا كحرتة ميل وين بكون جري أردتنا ويس عطا وده كان شوينا شقة بلا ربع كس عطا قايبتنا دنا وانكو قادر إن هدو إلى هيدا وانا نكو جري كرة تاساس الله سبحانه وتعالى ويلشنا إن شاء الله وقت أمبي قادم طوانان وانا الالير وانا صومران حارب لوغن هنجبي مايو وانا قرانيان وانا كسو بيحدونا هدو الله يلادو تاسواتا ويلشا حارب قودان كغاح الله يو وضياشا وضياشا محان لايا حرطا قراد كل مية مالك قد ميساد سدو هدلي سيفي عمبا هيد لكن بحن أرلها قراد محاويا أنا وجرات كان يجوا تحي أقاشي دجاج كياته وأنا الاحترام إن شرفنا بالدين إن هذا بشرط إسكاق عدن موي واحد إيه تما دين جرا إنت هنا سلطان ماذا شايفنا يا أما سلطان ها هذا أما وجاسة هذا أما جرات ها هذا إنت هنا بواحد إيه تما دين أو أنا جرا إيش شايفتين إنه مصطفى الخايمي إنه مصطفى بين إيدين شايف بعد إيش شايفتين أما ها أهودنا خاصة إلكوا عليهم وقار إذن أمي تجود إلكوا كلاه وعيت ما دين وأنا إيشت إلهي بين كل عري كل هذول مصطفى إنه أصلك رديجان كي شنو لين يبقى أصلك هذا مني إنه مصطفى بين عليه واحد ما تلوق وقرتسي سنة ولا حلا إيو ماذا حوينا كريو مصطفى كان إيو هذا ترى هذا هرت حتى دينيا يا عقليا يا ضمير بين الحين بين أنت النوع عصاد وهذا كجشا من حوينا أن صلاتك وإله يدي أبو تعالى سجودي يا من حوينا أن ما قرر ساعة تمير الله يم تمير ودني نما وشيء جانا يوم وحكيت له مجرد وحوي واحد رايح شو ذا جست أن فرح له لقي لي بعجست ما مرك خاركوي ما لقني هم وحوي سو ما لني ما ذم كشة كنا يوم وحكيت له مجرد وحوي وحالة خاركود فرح له لقك حوي وجالس مصطفى أن ما قارنو وغاسك ديغان كي نوغاسدا اوغو وناكسن سومالي ميل اشي دكتور ان اوغاسوا يا وانك مصطفى تاتوسن بغدادي بيست وان مصطفى وانك اوغاس مصطفى تاتوسن اي يري دغالكا انفرتا اي ديغانكا سومالدا كسودا انت كدنبيس اوغاس مصطفى اوغاس مصطفى لا هيرين دغالكا سميستاري هذا فرحنا كل ما كان دون هذا الله هذا أرتا مصطفى وانا كاسي حفيز كي بيز سلام مينستر كوك الشركة اللي قلت لي مصطفى ربارتي هو قد بيه لابوها من هذا مكان اللي أو قطع قو أم بكرنا أي قو أم استجو وكسر شقي أو عندي استجو لدى كني سنة وها بنار في نقل هذا وها بو هذا كوكر أي أو استجو وقجب هذا هرشي مكان سعودي وغاس مصطفى أيو مصطفى كو تاتوسي ويل مصطفى وغاس مصطفى الله خيرو
ethiopia dib isugu noqoto macquul yara noqon weyday ugaas mustafa horta warqada report uu ka qoray baa yaala sugarmist oo miiska saara mar soomaalinimada iyo ixtiraamka iyo xishoodka uu sheeganayo mustafa xaggee joogtaa waa ninkaa jaartuuska ugaas mustafa jaartuuska odayaashanna ugaaskii la midka ahaa boorta halkaa mariyey marka waxaan u lahaa giraad kulmiye iyo odayaashii isaga la midka ahaa ballamiya dib isugu noqda dib isugu noqda oo ninkan iska baara horta waxaynan ogeyn dadka hala hore imanina malaha ma ogidin baan umalayna haddii aydan ogeyn anaga idiin sheegin xaqiiqda dhabta meesha jirta haddii aydan ogeyn anagaa idiin sheegin waxa weyaan waa ninka ugaas mustafa halkaa mariyey ee jaartuusay ugaas mustafa wuxuu ka hadlayay waxa weya waa dhulkii afar baa boobayso shacabkii kusoo duushay soomaaliyeed ee meesha degan dhulkana waa dhul soomaaliyeed in la difaacaad baa loo leeyahay waana la difaaca duu leenaad ya sababta ciidanka loogu leeyahay meeshana waan ognahay sababta uu dagaalkaasi kol walba u fashilmayo uu tan iyo maanta uu dagaalkaasi u socdana ya aadan umaad ka jawaabtid waad ogtahay maxaa la aamusan tahay waad ogtahay aadan umaad ka jawaabtid xaqiiqda dhabta meesha taalla aadan faarax waad ogtahay maad ka jawaabtid mise intii baad ku qanacday aduu maalinkii xafiiska islaam ministerka ka dhacday baad ku qanacday ee lagu soo sameeyey weliba casharkaa markana ka sheekeyn doonaa hadduu leeyahay hadda waxaan ka hadlay waxa weyaan odayaasha waxaan leeyahay waa niman yahow waxaad ogtihiin ninkaasi deegaankeena dhibka uuna soo gaarsiiyey waad ogtihiin deegaankeena inuu fowdeeyey inuu sharci ka jirin inuu maamul ka jirin in wax walba shaqsi walba oo deegaankeena maanta jooga yaa wax sharciya oo ummaddaa kale hagaya inuusan jirin uu waddankii uu fowdo ka dhigay mustafa waad ogtihiin odayaasha idinkuna goobjoog baad ka tihiin maalma dhowta shirabaad qabanaysa axsaabta aad lahaysa axsaabta maxaa kuma qab maxaysa idinku diidan yihiin cidda wax khaldaysa waad aragtaan garab cidda wax khaldaysa waad aragtaan ciddaan ummadda maamuli karayna waad aragtaan ciddaan ummadda horumar iyo inay dhaqaaqdo aad sabaa laga siiya dhul waraad saba dhulka lagaa siiya dee waa laashu cala waajib haddaad waddo samaysayna waa weelalaashu cala waajib weyaan wax lagugu lahaa weyaan inaad qabatid waa sababta aad mas-uulka u tahay weyaan miyaan kugu mahad celinaa waddaad furtaan kugu mahad celinaa lagugu mahad celin maayo maskaxda iyo garaadka iyo aqoonta mujtamaca iyo dhaqaaladooda markaad dhistid bad mustafa lagugu mahad celinayaa laakiin tiyo ma socotid waddaad dhistay waa wax loo baahnaa waa waajib ku saraaba ahayd ya intii lagugu mahad celiya haka daydayn waa khalad cidda kugu mahad celisayn waa shaqadaadi weyaan taas marka waxaan ka hadlay waxa weyaan odayaasha waxaan leeyahay billa calaykum dib isugu noqda ka daaya dadka macnihii hoos haasiiska ka daaya saad hadda u bilowdeen arrintan haddii aydan ku wadaynin ummadda ha hoos haasinina si fiican baad u wadaan waanu taageersannahay qaabkaad hadda aad u bilowdeen ya laakiin noqda kuwii ka soo baxa ha noqonina kuwa ummadda hoos haasiya waxa weyaan haddii ethoobiya doorasho ka dhacdo oo inuu dadka ugu sheekeeyo kolka ethoobiya ka dhacdo baa xagga nala culaysin doonaayo waanu boobi doonaa dhici mayso innaga iyo ethoobiya isku qaab ma nihin isku dhaqan ma nihin isku si uma samaysnano waxa weyaan ethoobiya waddankaa naga dhexeeya dalkaa naga dhexeeya danta guud baa naga dhexaysa laakiin teenna khaaska ah isma keenayso qabaa-ilaan nahay waan isnaqaanaa ruuxla meeshuu degan yahay baa la garanayaa lama boobi kara dee kaarka waxa weyaan dhagax buuri aan iyo isaga naga dhexeeyo dhinacaan haystaa jeebadu ku shubta soomaha de wixii kale anaga xaliga ila gudbo baan samayn kala bixi mayno ma garata marka odayaasha waxaan oran lahaa waxa weyaan yaa waxaan oran lahaa odayaashu arrintaa ka fiirsada dhaqaaqa aad hadda aad samayseenna waa dhaqaaq fiican baan oran lahaa ta odayaasha intaasaan kaga bixi waxaan arkay maalin la weytay daraad iyo meelaha miidiyaaga arrimo aad looga hadlayay oo ahayd howlo dhagax buur iyo wax noocaasi ku saabsan cidday doontaba ahaato ka wax laga sheegayna waxmuuna samaynin lalahaa waxbuu wax qorqoray oo isagaa wax soo geliya laleeyahayna waxaan jirin weyaan ma garatay ka laleeyahay waxbuu sameeyeyna allahu aclam laakiin waxaan ka hadlay waxa weeyaan ya waxaan ka hadlay waxa weeyaan yaa war niman yahow idinkum idinkuma isku foofoorta nin baa idinla haray haddaad rejaretiima ka hadlaya nin baa idinla haray sharaftiinii dilay saamigii aad deegaanka ku laheedeenna banaacaad idinka mariyey xaq aad u laheedeen ya wuxuu yidhi xuseen xaashian ka dhigay muxuu ahaa war xuseen xaashi waxaa kuu geeyay baanu garanayna ya wanaag xuseen xaashi maada meesha u geynin wuxuu danaba ahaado
لكن waxaan ka hadlayaa weyn nin baa sumcadiina hadaan rajareynahay nala xaray waan kan Mustafa Liye baa nala xaray oo naceeyay halku in Mariye baad ogtihiin sidoo noo gumeeyay baad ogtihiin maamulkii deegaanka ki ugu xumaa baa maanta tagay maamul deegaanka Soomaa ki ugu xumaa baa maanta tagay sharaftiina meel kaga dhacay oo nabaabiyay ya habbadii yareed ummadii masaakiinta ee hadhay bu afar waliba haddana bashaguri intu hagaajistay uu leeyahay maxay saayida maxay saayida war iyagii baa aniga la soo xiriiray kuwi isaga ugu dhawaaba aniga la soo xiriiray oo waxnoo sheegay waxaan noo sheegay isaga la hadla sadaafiya isaga waxaan naga noo sheegay la soo xiriiray aniga waliba isaga la hadla ya mid kale anuu xadiis sheegay wallahi alcarim anuu been ma sheego waxaan ka yaab inaan siday odagan muxuu ahaa comedy-ga muxuu ahaa matan ila true story ina wax la bilaabo true story ina aan ka yaab anuu been ma sheegaysiis isaga taanaale waxa weeyaan saddex bilood maalku xafiiska joogay mustafa anuu waxaan isdareysan qoray waxa marqaatiga mubashir baayga adaad baaka guli casway looga maxamed oo dhay looga guli maxamed oo dhay looga anuu qoray waxaan qoray waan arkay sida baan anigana tabacada ma lahayo dadka madaxa yar indhaha kaga bilig bilig siiyay mar dhuntaan waan qaanaan sida baan aad baan qaanaan dadka madaxa yar indhaha kaga bilig bilig siiyay waa khaamin suuda baa arta weligaan in nin ay indhiis fariista daarid waxba jira indhiis ma fariista anaga ninka arkay dowr garanaysan bilig 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 baan tuma fariisnaa waa khaanimada iyo wuxuu kala dabar iyo balaayada iyo wuxuu kala maqan yahay marka waxa weeyaan saddex bilood maalku joogay ya anigu risaneysh baan qoray waan arkay anigu inka madaxa yar indhaha kaga bilig bilig siiyay inuu ummadana wadaynin meel u socodsan ayna jirin ya hogna aan ku dhacno waan arkaa waxa ay wanimay hoy la taliya war ninkaasi anuu lama shaqayn karo nimay hoy ganacsiga ugu caawiya waxaan waan isaga bixi saddexdaani baa iga diiday oo igu yiri ma dhici karto waa kan ilaahay wuxuu qadaray inaan maalinka aad sabab arrintii ka dhacday gacanta soo qabto aduu taasu ilaahay qadaray casharadaas waan ka hadli doonaa hadduu ilaahay yahay marka waxaan ka hadlayaa arrinta miidiyaga maalinka dhowaad ka socota waxa weeyaan war idinku waxba isku foofinay cidda miidiyaga qorta waa isaga weyan waxa la oran jiray muxuu ahaa muxuu ahaa maxay haystay hadduu dadku dhaxmoodo maxaa lagu dabayba waxa weyan war meesha ay qurunku ka socdo meesha ay ka socoto fitnadu meesha ay balaayadu ka socoto waxa weyan waa ninkan isaga qoray ninka madax yar baa qoray mustafa qoray ya ninka qoraya u kale xitaa wuxuu macruuf ku yahay sidiisaba waa taqaanaa idinku ma aragteen wuxuu macruuf mustafa ku yahay ya geedka uu saaran yahay gunta ka gooyo macruuf buu ku yahay ka isaga la joogo ayuu ka soo qoraya waa daciif uma sheegi karo inta aanu aan la shaqeynay weli ninka intii hor yimid waxaas aad qaadir ku qaldan tahay waxaas aad ku saxsan tahay ima oran waa saxsan tahay horo socon ilaa muuyi ima oran dabeecad buu leeyahay xafiisyada deegaanka in ogtihiin waa mas-uulka ugu sareeya deegaanka hal xafiis oo ninkaa la hadli karaa ma jirto hal xafiis oo madax xafiiseeda oo ninkaasi uu odhan karaa wuxuu qoraya shan iyo konton facebook iyo intaasoo website uu leeyahay buu maanta oo dhan ninkaas kaga shakeynaya xafiiska maxay biyaha u khaldan yahay waa tuugtuug dhalay ninkii baa soo geli oran ninuse waxuu jiraan miidiyaga baa kuafuufaya miidiyaga baa kana miidiyaga baa kutabakale isa sax lama hayno kuma oran karo war waa khaldan tahay xafiiskii waa la hadhay waxa weeye talaabaha laga qaaday ninka xafiiska la dhaafiyo ma oran karo waa daciif waa naqaanaa war ninka nin ummad hagi kara maaha war soomaalida deegaanka waxaan u sheegayaa war niman yaho waxa weeyaan ceel nin gale baa laga wareystaa baa layidhi war annaga wax naga weydiiya ma aha cabdiqaadir baa cabdifaysan iyo cabdiqaadir baa xanaaqsan iyo ma aha tii bay dhaaftay maanta candidate baan ahno waan sharcanahay doorashadan ku jiraa ma garasay waxaan ka hadlay waxa weeyaan war ninkan ummadda ma wadi karo mana hogaamin karo in sha allah waad arki doontaane doorasho ninkaasi intuu taagan yahay uu ka codayo ma dhici doonto hadduu ilaahay yidhaahdo anuu qadarta kama sheekeynayo laakiin siday u socoto waana idiin sheegay bilowgii farast waan idiin sii sheegay ya ma dhici doonto ama saddex bilood ahaato ama waxay doonto ahaatee intuu ninkaasi deegaanka hogaaminayo doorasho ma dhacayso hadduu ilahay yidhahdo insha allah marka waxa weeyaan waxaanan odhan lahaa xaqiiqda dhabta ay federaalku ka aaminsan yihiin ogyeeso laakiin waxaa jira duruufaha jirbada hadda waan ognahay xaalada waddanku uu marayo waan ognahay marka waxa weeyaan arrintan miidiyaga waxaan leeyahay nima yahow ninkaasi unbaa ka dambeeya waxa weeyaan dowladda ethoobiya marka ay
maamulkii cusbaa uu ra-iisul-wasaaruhu Abiy Axmed uu hogaaminayay uu yimid meesha, isbedel buu sameeyey. Dhammaan wuxuu u yeedhay mucaaradkii Itoobiya ee lahayd oran buu soo xariyey ilaa maalinka maanta. Marka ra-iisul-wasaaruhu soo xariyey si u dhihi dhammaan hubkii wada dhigeen way soo galeen, cidii dib u baxday mooyey. Marka waxa weeyaan Mustafa chaansiga ugu fiicnaa buu helay, mas-uulkii deegaanka ugu sarreeyey buu Mustafa. Okay, maxaa ka dambeeyey? Ururadii mucaaradka soo xarooday hubkii bay dhigeen, ummadda bay ka mid noqdeen, way shaqaystaan. Ninkani weli waa hubaysanay, Mustafa weli waa hubaysanay. Dagaalka xilligii Cabdiile uu ku jiray unbuu weli ku jiraa, waa hubaysanay, wuran yahay weli, ma ogeedid wuran yahay, waa hubaysanay ninkani. Muxuu ku hubaysan yahay miidiyaagii? Waa hubaysanay ninkani, miidiyaa ku hubaysan yahay, hadday Facebook noqon, hadday miidiyaa shaadan tahay, waa hubaysan, wuran yahay ninkani. Habeen oo dhan cashar buu ku jiraa, hebelow wax ma qortay. Kan ma samaysid, imisaad gelisa adigu, imisaad haddii ra-iisul-wasaaraha wax laga sheegay 50 Facebook, 100 Facebook kala diraya maanta. Maxaad lacagtii deegaanka oo dhan Facebook baa qabaa, waa lagu xanuun. Xabashada eedu diro dhan ma garanaysaa. Marka waxa weeyaan nima yahay suriirinna, waad ogtiin xaqiiqda meeshay ka jirto. Qolyihii rajareedka miidiyaaga sida ma garanaysaa ku ficiltamaya jaqaaqda ka dhaxaya waxa ka baxa, waxaas waa ceeb, waxaynad ka sheekaysan maaha. War meesha wax ka jira waxa weye, ninkan Mustafa meesha wax khaldaye, ninkan ka hadla, ninkan madax yar islaafiya ka hadla, waa ninkan ninka wax khaldaye. Ya takhilana waxa weyaan qodobka afraad in ka hadlayo kulli hore baan usoo sheegay. Maatikan halka oo imid shaqooyin baan ku jiraa, shaqooyin baan u imid, haddii Ilaahay yidhaahdo waanan ku guda jiraa, meel fiicanna way marayaan. First step waan qaadnay, okay bay noqotay, kuwa dambena waan ku guda jiraa insha allahu. Sidaan idiin sheegana hay-ad dambe way dhammaatay, waddankana ka bixi maayo insha allahu, meel kale u tagaana ma jirto haduu ilaahay yidhaahdo. Waxa weeyaan waxyaala kalena way socdaan haduu ilaahay insha allahu. Marka waxaan idiin sheegayaa ama wiilasha xed ama sida Mustafa ya kulli insha allahu shaqooyinkan ku jirro waa la arki doonaa haduu ilaahay raado. Anan jeclayna inaan waxyaalo badan kasii hadlo. Waxaan idiin sheegayaa qorshayaashii aan imid, howlahan ka hadli doono, arrimahan geli doono, waxyaalaha khaaskan ka hadli doono, waxaasoo dhuman ka hadli doono insha allah. Ta waxaan ugu talagalay inaan dhowrka maganaysaa qodob aan ka hadlo iyo intii yareedanu kala yara maqnayn insha allahu. Shacabka deegaankana waxaan leeyahay, ma aha hebel baa hadle iyo hebel baa hadle ma aha, mas-uuliyadda wayna wada saaran tahay in shaqsigan aanan mateli karaynin, ummaddana aan hogaamin karaynin, inaan iska qabanno, aan isdhaafinno, in loo midoobaa muhiima. Odayaashan ay kaalintooda kasoo baxaan, shacabkuna ay iyagoo mida ay ninkaasi lasu dhaafin lahaa laga watashado. Meel baad joogtaanna khayr baan idiin rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.